يعني في احتمال يبقى في ريكوردينج، يعني مش عارفة هنزله ولا لا، لو لقيته كويس هنزله. تمام، خلينا بقى نرجع لموضوعنا، ان احنا اتفقنا ان حد في معايا مش متفق ان الوايت الاسوسيشن فايبر سهلة. انتوا مالكم مش بتردوا ليه يا ولاد؟ سهلة سهلة يا دكتور. خلينا نتكلم على ال كوميشنال فايبرز. كوميشنال فايبرز دي ان انا عايزه كونكت سيم ارياز بس في هيمسفيرز مختلف، يعني الاريا دي شبه الاريا دي وانا عايزه اعمل لهم كونكشن مع بعض، علشان طبعا ان انا امشي في شكل ايه ثابت، يعني ما يبقاش فيه اريا بتشتغل لوحدها واريا بتشتغل لوحدها، يبقى في بالانس ما بين الاريتين. فاحنا هنبدا فكره الكوميشنال فايبرز ان انا اعمل كونكشن ما بين same areas in two different hemispheres. فكرتها الأساسية الكوردينيشن، مش ممكن تبقى في حتة شغالة والتانية نفس الفانكشن شغالة الناحية التانية وكل واحدة شغالة لوحدها. فإذا أنا محتاجة أعمل كونكشن لل same areas في different hemispheres. طيب الكوميشنال فايبرز طبعا هو ممكن يقول لك اديني شورت اكونت على الكوميشنال فايبرز، بس اهم حاجه الحقيقه، يعني انا مش هضحك عليكم، اهم حاجه الكورفس كالوز. اول حاجه هتكلم عليها الانتيريور كوميشر. الانتيريور كوميشر ده المفروض موجود قدام، والمفروض ان هو بيكونكت دي اولفاكتوري بالبس توجذر. حد فاكر احنا جبنا سيره الاولفاكتوري بالب قبل كده في ايه؟ Base of the brain. برافو، في البيز اوف ذا برين، وبيكونكت ذا تو تمبورال لوبس توجذر. يعني هو هنا بيعمل كونكشن ما بين التو اولفاكتوري بالبس اللي المفروض ماشيين هنا اللي هم دول انتير كوميشر، وفي نفس الوقت بيعمل كونكشن للتو ديفرنت لوبس. انهو لوبس بقى؟ اللي هما التمبورال لوبس توجذر. طيب هل في مشكله في الانتير كوميشر؟ لا. نيجي بعد كده عندي نيوكليوس هنا اسمها هابينيولر نيوكلياي، اسمها هابينيولر نيوكلياي. طيب يبقى الهابينيولر نيوكلياي دول بعمل لهم كونكشن في التو هيمسفيرز بكوميشن اسمه ايه؟ هابينيولر كوميشن. طيب عندي بعد كده البوستير كوميشن، ده المفروض انتوا، انا مش عارفه انتوا خدتوا في الهيستولوجي حاجه اسمها ميديا لونجيتودينال باندل ولا لا؟ طيب بلاش، خدنا ميديا لونجيتودينال باندل، خدنا اللي من سكاي مش كده؟ اكيد خدنا ميديا اللي منسكس ولاترال اللي منسكس، مش خدنا اللي من سكاي؟ ايه يا جماعه؟ ايوه خدنا خدنا المينيسكاي بالظبط. المينيسكاي في بعضهم ماشيين في حته حاجه كده بالطول اسمها ميديال لونجيتودينال باندل، حاجه اسمها ايه؟ ميديال لونجيتودينال باندل. طبعا الميديال لونجيتودينال باندل اتفقنا انها ماسكه المينيسكاي. هو المينيسكاي اساسا الفانكشن بتاعته ان هو كارينج ايه؟ يا ولاد كارينج ايه المينيسكاي؟ سنسيشنز، صح؟ المهم انا الفكره في المينيسكاي ان انا لازم تعرف ان انا في حاجه اسمها، لو انا عايز ارسم كده لو انا عندي مثلا ميديال لونجيتودينال باندل على الناحيتين كده اهو، ده ميديال لونجيتودينال باندل، حلو الكلام، وعندي ميديال لونجيتودينال باندل للناحيه الثانيه. طب الميديال لونجيتودينال باندل ده ماشي فيه مين دي ايه لمينيسكاي؟ طيب تفتكر ان انا عندي ماشي لمينيسكاي اللي هي كارين سنسيشنز، مش لازم البدايات بتاعتهم اعمل لهم كونكشن with each other؟ ده بعمله بانو كوميشر بقى، لسه كنت بتكلم على انو كوميشر، posterior كوميشر. posterior كوميشر، حلو قوي. بعد كده عندي الهيبوكامبال كوميشر، من اسمه هيكونكت، بص كده هيكونكت الاثنين هيبوكامباي ببعض، ادي الهيبوكامبال كوميشر اهو. والمفروض ان احنا اتفقنا، فاكرين لما كنا بنتكلم ان الماميلاري بوديز والحاجات دي جزء من الهيبوكامب سوري الهايبوثالاموس، فاكرين القصه دي؟ طيب احنا عندنا الماميلاري بودي هنا اخر جزء من الهايبوثالاموس، وبعد كده المفروض في ادي الهيبوكامبس الاثنين اهو، والمفروض ان هما كونكتد وذ ايتش اذر بهيبوكامبال كوميشن. يبقى انا خدت دلوقتي كام كوميشن فكروني؟ اول واحد اسمه ايه؟ الانتيريور كوميشن بالظبط، وده بيكونكت ايه مع بعض من قدام؟ الاولفاكتوري بالبس بالظبط، الاولفاكتوري بالبس والتمبرال لوبس. وبعد كده عندي الهابينيولر كوميشر، ده مش تعبني وقايل لي اسمه، هو بيكونكتد تو هابينيولر نيوكلياي
نيوكليوي هايلين، وبعد كده عندي البوستير كوميشر بيكونكت ما بين بدايات الميديا لونجيتودينال. بالظبط الميديا لونجيتودينال باندل هايله، وبعد كده عندي الهيبوكامبال كوميشر من اسمه ده بيكونكت الاثنين ايه؟ هيبوكامبال. يبقى هيبوكامبال اون ايتش سايد. برافو عليكم. ونبدأ بقى الموضوع اللي اسمه كوربس كالوزوم، وعايزاكم تركزوا معايا بقى عشان انا من هنا عايزه. خلاص انت خلصت النيورو، انت مطلوب منك حاجه مهمه جدا يا جماعه، انت مش مطلوب منك جاست انك تذاكر نيورو الحقيقي. انا بصراحه شايفه ان الانسان ثواني كده، ان البني ادم في النيورو بالذات لازم في الوضع اللي احنا فيه ده يركب الاستراكشرز بتاعت النيورو على بعض، هو مش جاست يبقى مذاكر يعني عامل كل حاجه لوحدها، لا لازم ابقى دلوقتي خلاص انا وصلت لمرحله ان انا لازم ابقى ايه مركب النيورو كله على بعض. طب ما تيجوا نشوف انا قصدي ايه، تعالوا نشوف انا قصدي ايه. هو الاول الكوربس كالوزم ده ايه الديفينيشن بتاعه؟ ده يعتبر the largest والمين كوميشنال فايبر اللي عندي، تمام؟ تقريبا بيكونكت the same areas of two hemispheres. خد بالك ان معظم الكوميشنال فايبرز او البالك بتاع الكوميشنال فايبرز اللي ماشي بالعرض ما بين الاثنين، يعني بالعرض ازاي؟ عايزه اوريك الشكل. بالعرض كده اهو ما بين الاثنين سيريبرال هيمسفيرز هو الكوربس كالوزم. يعني الكوربس كالوزم انا بشوفه ليه في الساجيتال سيكشن بهذا الشكل؟ لان انا واخده ساجيتال سيكشن، شايف ده في الساجيتال سيكشن، لكن لو في الكورونال سيكشن او في الترانسفيرس سيكشن انا بشوف الكوربس كالوزم ماشي بعرض البرين بهذا الشكل. ليه ماشي بعرض البرين؟ حد عنده اكسبلانيشن للحكايه دي؟ ليه ماشي بعرض البرين؟ عشان هو الكوميشنال فايبر بيوصل، عشان هو كوميشنال فايبر ومعدي من اول الفرونتال لوب هنا وبيوصلها باللوب هناك، تمبورال هنا وتمبورال هناك، بارايتال هنا وبارايتال هناك. فبالطبيعي ان انا افضل ماشيه بالعرض كده على الروف بتاع الايه برين، وايت ماتر كروسنج فروم وان سايد تو ذا اذر كونكتنج الديفرنت لوبس. يعني ده مش جاست الكوربس كالوزم حته بادي كده، لا ده ترانسفيرسنج ذا برين فروم يعني اقصى الشمال لاقصى اليمين. حلو الكلام. طيب يبقى اتفقنا ان هو it's the largest the main commission of the brain و connects the same areas of the two hemispheres. ده ما يجي لك يبقى اول حاجه لو سالتك سؤال corpus callosum في الامتحان يلا define corpus callosum. يا جماعه define corpus callosum. هو انا قطعت the largest commissural fiber in it is the largest commissural fiber بالظبط و connect ايه connect the frontal parietal لا مش frontal لا مش انا هقول بقى ايه connect the same areas in different hemispheres connect. ما هو انا مش هقول بقى بي connect ايه لان انا عندي حاجات كتير. connect the same areas in different hemispheres اول حاجه بيجي لي corpus callosum يبقى definition. Definition ده جزء من الوايت ماتر طبعا كوميشنال فايبر ده اكبر كوميشنال فايبر بيقابلني. connect the different sorry the same areas in different hemispheres. انا محتاجه هنا بقى معلش يعني علي الادرينالين معايا شويه وركز. بصوا يا جماعه انا مش شايفه ان فهم النيورو صعب، انت اللي مقتنع ان انت ما تفهموش. هو انا كده بص على انه سيرفيس من السيريبرال هيمسفير لاترو ده سليم؟ اه يا دكتور ازاي؟ برافو يا سليم. يبقى انا كده بص على اللاترال سيرفيس اوف سيريبرال هيمسفير. طب هسألك سؤال تاني يا سليم، هو انا لو بص على اللاترال سيرفيس اوف سيريبرال هيمسفير ومش عامله شويه فيدنج هل اقدر اشوف الاستراكشرز اللي انا شايفاها دي؟ لا لا. يبقى انا لازم اعمل فيدنج او اقطع زي ترانشايه من اللاترال سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير. اول مقطع اول ترانشايه او اعمل شويه فيدنج اول حاجه هتقابلني فروم ذا لاترال سيرفيس هذا الاستراكشر.
هو ايه الاستراكشر ده؟ ده البيزل نيوكليار اللي هم ايه؟ اللي هم اللانتي فور والكوديت والاميجدالا. طب امال الكوديت حضنه ايه كده من تحت؟ الثالاموس. يبقى انا اول حاجه بص lateral view of the cerebral hemisphere، بص على lateral surface of the cerebral hemisphere. طب اسالك سؤال، وانا لو بص على lateral surface كده وانا مش يعني ايه، يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان انا مش يعني مش عامله فيدنج ولا عامله كاتنج، هل هشوف؟ لا، لازم اخد زي سلايس كده فاقدر اشوف، ابدا اشوف الاستراكشرز. طب انا هشوف مين؟ هشوف البيزل نيوكليار. اول واحده كده ذا موست لاترال، بس خد بالك خد بالك بقى، ذا موست لاترال استراكشر از ذا لانتي فور. صعبه دي؟ طيب دي ده الكوديت. الكوديت اول واحده خالص بيبقى حته منه على نفس اللاين، حته صغيره قوي على نفس اللاين بتاع اللانتي فور، وده اقل جزء اللي على نفس اللاين ده الهيد بتاع الكوديت، حته صغيره قوي اللي هي من الهيد اوف اللي هي الهيد اوف كوديت، بتبقى على نفس اللاين او على نفس البلين بتاع اللانتي فور. طب امال بقيه الحته، بقيه الكوديت البادي كله والتيل؟ لا، ده داخل جوه شويه، يعني مش نفس البلين. لا يعني، يعني انا لما احط البادي اوف كوديت ما يبقاش قدام اللينتي فورم والهيد، لا هو داخل لجوه شويه، داخل لجوه شويه كده، والمفروض لافف اللفه بتاعته وحاضن مين من جوه؟ مين ده؟ ثالاموس. ثالاموس. احنا اتفقنا The most lateral structure أنا بشوفه إما أعمل فيدنج أو إما أقطع حتة من السيريبرال كورتكس هو مين؟ اللانتي فورم. حلوة أوي. ومعاه على نفس الليفل أو على نفس البلين حتة صغيرة من كوديت، الهيد اوف كوديت. الهيد اوف كوديت. أخش شوية بقى جوه مع البادي، يبقى الهيد واللانتي فورم مش على نفس البلين بتاع البادي، وألف لفتي حوالين الإيه؟ ثالاموس. طيب تيجي مين الفايبرز السخيفة اللي تعدي ما بين اللانتي فورم والهيد اوف كوديت والثالاموس دي؟ مين دي؟ الانترنال كبسول. الانترنال كبسول. طب بقى واحد شاطر فيكو يقول لي لو انا عايز ارتب الاستراكشرز دي من بره لجوه هقول ايه؟ اول حاجة هتقابلني مين؟ اللانتي فورم. معاها مين؟ الهيد اوف كوديت. اخش ميديال شويه الاقي مين؟ بادي اوف كوديت. الانترنال كبسول. الانترنال كبسول. وبعدين اخش ميديال شويه الاقي مين؟ ثالاموس. البادي اوف كوديت محضون بالثالاموس. حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ طيب تعالوا كده تاني نفس الصوره. انا دلوقتي اهو ادي ده مين؟ لانتي فور. لانتي فور. على نفس الليفل بتاع مين؟ هيد اوف كوديت. هيد اوف كوديت. مين بقى اللي يخش جوه شويه ويلف؟ البادي اوف كوديت. بادي والتيل اللي هو حاضن مين؟ ثالاموس. ثالاموس. يجي مين يخش ما بين اللانتي فورم والثالاموس؟ انترنال كابسول. انترنال كابسول. طيب تاني ارجع تاني، انا كده بشرح الحاجات from lateral to medial ولا from medial to lateral؟ lateral to medial. هاي لحد كده حد عنده مشكلة؟ لحد كده في حد عنده مشكلة؟ طيب تعالوا بقى نبص، انا كده خدت section فين؟ كده السكشن اللي انا بص عليه ده ميديال سيرفس ولا لاترال سيرفس؟ ميديال سيرفس. هايلين. الميديال سيرفس اول حاجه بشوفها عندي وما فيها بتلخبطنيش دي مين؟ الكي بتاعي او الكلو بتاعي اللي هو مين ده بقى؟ كوربس كالوزم. طب لو نزلت تحت شويه الكوربس كالوزم ميديالي، تحت ميديالي شويه، يعني انا الكوربس كالوزم على الليفل، خد بالك ان الكوربس كالوزم ده
في السجيتال هو باين كده، لكن احنا اتفقنا ان هو فارش في البرين كله. طيب يعني تحت وسلايتلي ميديالي الاقي هذا الاستراكشر اللي فيري امبورتنت اللي هو مين؟ اللاترال فنتركل. اللاترال فنتركل. طب تعالى بقى اتحرك اللاترال شويه هتلاقي مين؟ الهدف كوديت واللانتي فور. الهدف كوديت الهيد اوف كود. لا اللانتي فور لسه احنا انا بقول هتحرك شويه شويه. الهيد اوف كوديت الهيد اوف كوديت وال ومين المفروض هنا لو انا عايز ارسم ستراكشر هنا؟ ثالاموس. يا بالظبط الثالاموس، برافو. اخرج شويه بقى الاقي مين؟ لانتي فور. اه ما بين اللانتي فور والثالاموس في ايه؟ هقولها من جوه لبره تاني. انا دلوقتي بصيت لقيت بادي هنا اسمه ايه؟ كوربس كالوز. كوربس كالوز. تحت شويه واتزحزح جوه شويه الاقي مين؟ اللاترال فنتركل. طب عايزه اتزحزح لاترالي شويه هلاقي مين؟ الهيد اوف كوديت. اه والبادي حاضن مين؟ ثالاموس. اتزحزح لبره شويه الاقي مين؟ الانترنت كبسول واللانتي فور. اي بالظبط. حد بقى شاطر يقول لي الاستراكشرز اللي انا قلتها دي من بره لجوه. اللانتي فور بعدين الانترنت كبسول. اللانتي فور ومعاه حته اوف هيد اوف كوديت. في حته من هيد اوف كوديت في نفس الليفل وفي حته ورا. ماشي وبعدين؟ الانترنت كبسول. وبعدين؟ بعدين الجزء اللي هو بتاع الثالاموس وهو واللي حضنه البادي اوف كوديت صح؟ وبعدين اخرج ميديال كمان اقابل مين؟ الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم وايه؟ لاترال فنتريكل. هو خلاص انا فاضل لي بقى ايه؟ اللاترال فنتريكل. يبقى تاني الستركتشرز موست لاترال لانتي فور وحته من هدف كوديت. تمام. اخش سنه الاقي انترنال كبسول. اخش سنه الاقي الكوديت حاضن لي الثالاموس. اخش سنه الاقي اللاترال فنتريكل وفوقيه الكوربس كالوز. لحد كده في صعوبه دكتور؟ يعني ورا الحته الحمراء دي هلاقي الانترنال كبسول فاصلها عن اللانتي فورم. بالظبط بالظبط. هايله هايله يا مريم هايله. تمام حلو الكلام ولا صعب؟ طيب تعالوا بقى عايزه اتكلم عن تو ستراكشرز ملازمين التيل بتاع الكوديت. تو ستراكشرز هتحفظهم زي اسمك ملازمين التيل اوف ذا كوديت وموجودين في ريليشنز كتير. مين بقى؟ الاسترايا تيرمينالس والثلاموس ترايت فينز. عندي تو ستراكشرز ملازمين للتيل اوف كوديت حضرتك هتحفظهم زي اسمك، الثلاموس ترايت فين والاسترايا تيرمينالس. يبقى التو ستراكشرز اللي ملازمين التيل اوف كوديت وسيادتك هتحفظهم زي اسمك مين ومين؟ الاسترايا تيرمينالس والثلاموس ترايت فين. ثلاموس ترايت فين. طيب ما تيجوا بقى فكروني كده هو مين ده؟ كوربس كالوزم. كوربس كالوزم. هو انا لما اجي احب اقفل الكوربس كالوزم هنا بقفله بايه؟ بالسيبتم بيلوسيدم. لا 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 الحته اللي هي دي اللي انا بشاور عليها دي ايه؟ ده البادي بتاع فورنكس. ده البادي بتاع الفوركس. اما اجي بقى احب اقفل اللاترال فنتريكل اللي انا شايفاها زي ما انت بتقولي بقفلها بالسبتم بلوسيدم، يبقى انا عادي ده البادي اوف فوركس اهو، وبعد كده بقى ده موست ميديال هنا السبتم بلوسيدم، وزي ما انا شايفه الثالاموس. لو حد شاطر بقى شاطر جميل يقول لي ايه الاحمر ده؟ كرويد بلكسس. برافو الكرويد بلكسس. ما احنا متفقين ان الكرويد بلكسس بتاع الفلور بتاع الفنتريكلز والروف بتاع ده بيخش من ورا السبلينيوم عشان يعمل لي كرويد بلكسس. هاي هاي هاي. لحد كده في مشكله؟ هو كده يا دكتور الفورنكس بره السيبتم بلوسيدم صح؟
فورنكس واثق فيه السبتم بلوسيدم من تحت. انا بتكلم عن الفورنكس سبت يعني بره السبتم بلوسيدم صح؟ ايوه هو مش كونتنت بالسبتم بلوسيدم. انت عارف السبتم بلوسيدم ده عامل ازاي؟ سبتم بلوسيدم يعني عارف ان هو بيغطي الهيد اوف كودين. لا السبتم بلوسيدم بيقفل اللاترال فنتريكل. ايوه تمام بيقفل اللي هو ده بيقفل اللاترال فنتريكل واللاترال فنتريكل بيمشي فيه الهيد اوف كوديت والكلام ده كله. هو اللاترال فنتريكل بيمشي فيه الهيد اوف كوديت ولا اللاترال لي؟ اللاترال لي. ايوه يعني هو بيبقى محوط الهيد اوف كوديت يعني اللاترال فنتريكل والهيد اوف كوديت ليهم علاقه ببعض كده لكن هو مش جواها اللاترال فنتريكل مش جواها حاجه. تمام تمام. انا بقفل ايه اللي بيقفل السبتم بلوسيدم بيقفل لي ايه؟ بيقفل لي اللاترال فنتريكل. ماشي تمام. تعالوا بقى نشوف فكرني كده لازم افكرك طول الوقت ان الكوربس كالوزم ده ستراكشر منتشر عامل لي روف ده كانه ده انا عايزه اقول لك ان الكوربس كالوزم ده كانك قاعد في اوضه ودي الروف بتاعها. حلو الكلام. فهو ليه؟ لان هو ماشي من هنا لهنا يكونكت سيم ارياس. طيب تعالوا بقى الاول نقول قول لي كده البارتس بتاع كوربس كالوس. اول بارت من تحت ده اللي المفروض يبقى نازل شويه يعني لو في رسمه احسن شويه دي ده الروستروم اوف كوربس كالوزم. يبقى اول واحد ده الروستروم اوف كوربس كالوزم وبعد كده ده الايه الجينو وده بعد كده البودي وده السبلينيوم. يبقى اول حاجه تاني حاجه بعد ما اقولها في الديفينيشن بتاع كوربس كالوزم فكرني كده على كل اللي على فكره انا كل اللي قلته ده اورينتيشن على فكرة كل اللي قلته ده اورينتيشن ملوش أي علاقة بموضوع الكوربس كالوزم ما تيجي تتكلم فيه. أنا بفهمك البرين اتركب ازاي. وصلت؟ تعالوا بقى نتكلم على الكوربس كالوزم. احنا اتفقنا لو جه موضوع هتقول لي ديفينيشن اوف كوربس كالوزم. ايه الديفينيشن بتاع الكوربس كالوزم؟ The largest structural fibers connect the same areas of different hemispheres. حلوة قوي. البارتس تاني حاجة هتقولها له البارتس اوف كوربس كالوزم. البارتس اوف كوربس كالوزم روسترم جينو وبادي وسبلينيوم صح كده؟ تعالوا بقى نتكلم عن جزء من الكوربس كالوزم. طيب ادي الروسترم بتاع الكوربس كالوزم. الروسترم ده اول حاجه طبعا لازم اعرف الروسترم ده بيكونكت ايه مع بعضه. ما هو احنا ما ننساش ان الفانكشن الاساسي بتاع الكوربس كالوزم ان هو يكونكت سيم ايه ارياز ان ديفرنت هيمسفيرز. طيب من مكانه هنا هو اقرب حاجه للايه للاوربيتال سيرفيس. فالروسترم يا جماعه بيكونكت دي اوربيتال سيرفيسز توجذر. يبقى اول حاجه الروسترم بيكونكت ايه الاوربيتال سيرفيسز توجذر. طيب لو سألتك هو بيعمل ايه؟ ايه علاقته بالانتير هورن بتاعت اللاترال فنتريكل؟ عامل ايه؟ الفلور. الفلور. يبقى المعلومتين اللي انا محتاجاه منك في الروستروم هو بيكونكت ايه بايه؟ التو اوربيتال سيرفيسز. الاثنين اوربيتال سيرفيسز. حلوه قوي. وبعدين وايه كمان؟ الفلور اوف الانتيريور هورن. اهو الروستروم اهو عامل لي الفلور اوف ذا انتير هورن اوف لاترال فنتريكل. طيب انا عايز معلش ثواني عشان البتاع دي دايما بتنكد عليا عيشتي. ماشي ارجع تاني للبرزنتيشن. فين كان فين الفوكس كارد برزنتيشن ظهر التاني؟ ايوه موجوده. طيب بعد كده البارت اللي بعديه اسمه جينو اهو. الجينو ده اتاتشد لايه؟ سبتم بلوسيدم. جينو السبتم بلوسيدم. طب هو عامل لي ايه؟ عامل لي ايه بالنسبه للانتير هورن اوف لاترال فنتريكل برضه جزء من الايه؟ انتيرير ليميت. عامل الانتيرير اند اوف ذا ايه؟ انتيرير هورن اوف لاترال فنتريكل. اللي هو التيبرنج اند بتاعه اسمه ايه؟ ها اسمه ايه؟ ايه ده؟ ايه دي؟ خدناها فين دي قبل كده؟ لامينا ترمينالز. اللي هو التيبرنج اند بتاعته اسمها لامينا ترمينالز. معرفش هو دي. خلينا بقى نتكلم على تاني. احنا بنقول الجينو المفروض ان الجينو ده الجزء التاني والمفروض ان الجينو
بيدي اتاتشمنت لحاجه مهمه اسمها سبتم بلوسيدم، عامل الانتير ليميت بتاع الانتير هول، اللور اند بتاعه تيبرنج، وعامل حاجه اسمها لامينا تيرمينالز. طيب مش عارفه دي تشيلها ازاي. ايش يا دكتور هو ايه اللامينا تيرمينالز دي؟ اللامينا تيرمينالز دي المفروض ان هي حته ماسكه الروسترم تحت، يعني الروسترم في حاجه تحت، ده كونكشن معين يعني، والمفروض ان حضرتك خدته قبل كده. طيب المفروض احنا اتفقنا ان هو الموست انتيرير بارت اوف كوربس كالوزوم هو الجينو، والمفروض ان هو اتاتشد للسبتم بيليوسيدم، وايه وعامل الانتيرير ليميت بتاع الانتيرير هول. ماشي. بص بقى الجينو الفايبرز بتاعته بتمشي ازاي. الفايبرز بتاعته اول حاجه بتكونكت ذا تو فرونتال بولز توجذر، يعني بتيجي من الفرونتال بول هنا وتلف تلف تلف تروح تمسك في الفران فرونتال بول هناك، وهنا بتعمل حاجه مهمه جدا اسمها فورسبس ماينور. يبقى الجينو من ناحيه بتلف كده علشان تمسك من فرونتال بول لفرونتال بول، وهنا هتعمل حاجه اسمها فورسبس ماين. يبقى انا معلش كده قبل ما انتقل للترانك، انا عايزه اطمن ان انت عرفت كل ما انا طالباه منك من الجينو. الجينو بيدي اتاتشمنت لحاجه مهمه اسمها سبتم بلوسيدم، بالظبط. عامل الانتير ليميت بتاع حاجه اسمها Anterior horn of a lateral ventricle. تحت بيتيب بيعمل لي حاجة اسمها لامينا terminalis. terminalis. برافو. المفروض ان هو بيكونكت ايه من قدام، اصل هو من قدام هيكونكت ايه انه بولز مع بعض الفرونتال بول. الفرونتال بول والمفروض بيعمل لي حاجة اسمها فورسبس ايه ماينر. طيب الترنك بقى، هو الترنك ده بيكونكت بي بي ايه بايه؟ البوستير بارت بتاع الفرونتال لوب، وبيكونكت البارايتال لوبس توجذر، يعني الجزء اللي ورا في الفرونتال والجزء البارايتال بيكونكت ذم توجذر. يبقى انا لو بصيت هنا، الجزء اللي بيكونكت الفرونتال بولز ده اسمه جينو، والحته التيبرنج دي بسميها فورسبس ماين. أمال الحتة اللي بتكونكت ما بقية الفرونتال لوب والبارايتال دول المفروض ايه؟ ده البادي. مالكوا يا جماعة؟ احنا قلنا البادي بيكونكت ايه وايه مع بعض؟ البوستيريور بارت في الفرونتال لوب والبارايتال لوب. البوستيريور بارت في الفرونتال لوب، برافو، والبارايتال لوبس. طب الريليشنز بتاعت الترانك بقى، الترانك المفروض تحته ايه ده؟ سبتم بيليوسيدم. سبتم بيليوسيدم وايه؟ والبادي اوف الفورنكس. يبقى انا خد بالك ان انا بشوف هو علاقته بايه، وما انساش طول ما انا ماشي لازم اوجد علاقه ما بين الكوربس كالوزم وما بين اللاترال فنتر. طيب يبقى هو معلش يا دكتوره، ممكن ترسمي على الرسمه الهيد اوف كوديت والفورنكس يعني هنا؟ اه اولا الرسمه دي ما بتبانش فيها الهيد اوف كوديت، حد يقول له ليه؟ عشان الهيد اوف كوديت عشان الهيد اوف كوديت جوه. تمام. اي تمام، انا عشان كده بقول لحضرتك يعني ارسميها. انا جبت سيره الكوديت، ارسمها فين يا حبيبي؟ ما هي مش هنا. انا علشان الهيد اوف كوديت تبان هنا لازم اخد سكشن تاني. لكن البطن فين يا دكتور؟ ايه التيل فين؟ مش هو بيحوط الثالامس؟ ف برضو هو الثالامس ده، هل هي دي الحته الوحيده للثالامس اللي انت شايفاها، ولا انت عندك حته من الثالامس جوه؟ في حته جوه. الحته اللي جوه دي هي اللي بتحوطها. هذا السكشن الموست ميديال سكشن ما يبانش فيه الهيد اوف كريت غير في حاله واحده، ان انا ابقى واخده سكشن اطش فيه هنا الحته دي فاقدر اشوف الكوديت، غير كده نو واي ان انا اشوف الكوديت هنا. تمام، لان ده اتس بيورلي ميديال سكشن. الفورنكس طبعا انا شايفاه، عايزني اشاور لك على الفورنكس وارسمه لك؟ اوكي اهو، فن ادي البادي اوف فورنكس، شايفه؟
طب دكتور سؤال معلش. ثواني بس ثواني بس قبل ما تدخلوا لي الاسئله ببعضها. ادي البادي اوف وركس. طبعا البتاع اللي جت شمال دي ما البادي اوف وركس الحته اللي تحت دي ده البادي اوف وركس. الهيد اوف كوديت ما انا عمال اقول من الاول يا جماعه انا ماشيه فروم ميديا تو لاترال. الثالاموس حته كبيره مش صغيره. انا ممكن اشوف حته من الثالاموس ميديال دي الحته الميديال اللي هي اللي هي تعتبر اللاترال وول بتاع الثيرد فنتركل. لكن هو ده كل الثالاموس؟ حد يرد عليا ده كل الثالاموس؟ لا. طيب خلاص. ايه السؤال؟ هو الحته السوداء اللي تحت البادي اوف فورنكس دي ايه بالظبط؟ الفراغ الاسود ده. ايه بقى الفراغ الاسود ده؟ صحيح اللي هو ثواني بس عشان اشوف البوينتر اوبشن ده ايوه بالظبط ده بقيه اللاترال فنتريكل. ده بقيه مش انا عندي هنا الفورنكس هنا جايه في نص اللاترال فنتريكل وده السيبتال بلوسيدم وده بقيه اللاترال فنتريكل وده هنا بيفهمك الحته اللي عندها فراغ اللي بيخش منها الكورويد بلاكسس من عند السبلينيوم ما بين الفلور بتاع اللاترال فنتريكل والروف اوف ذا ثيرد فنتريكل. طب هو مش فيه في النص كده فورنكس فاصله؟ ايوه حبيبي بس بره شويه. ايه البادي اوف ايه المشكله؟ ايه المشكله انا عندي بادي اوف فورنكس معديه وبقيه السبتم بلوسيدم المفروض يبقى هنا ودي بقيه اللاترال فنتريكل. ايه المشكله؟ تمام. طب وتحتيها الثيرد فنتريكل اللي هو عند الحته لا الثيرد فنتريكل دي المفروض ما تبانش هنا. المفروض ان اللي هنا اللي باين اهو الثالاموس هنا بقى هو شايف الحته دي كده الفراغ دي لو انا جبت ثالاموس من الناحيه الثانيه وفي فراغ ما بين التو ثالاماي هو ده الثيرد فنتريكل. بدليل ايه؟ ان دي السيريبرال اكويدكت اهي. تمام 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 وصلت؟ شكرا دكتور. طيب تعالوا بقى احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم دلوقتي على الترانك بتاع الكورپس كالوزم صح ولا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ ايوه هنبدا في الترانك دلوقتي. بالظبط هنبدا في الريليشنز بتاعت الترانك صح؟ احنا اتفقنا ان تحت الترانك سيبتم بيلوسيدم وبادي اوف الفورنكس. فورنكس. طيب ما تقول لي كده هو البادي بتاع الكوربس كالوزم عامل لي الروف بتاع ايه؟ بتاع الانتير هور والبادي بتاع اللاترال فنتريكل. مش هنا موجود اللاترال فنتريكل يا جماعه؟ مش هنا ده اللاترال فنتريكل هنا اهو صوره ثانيه. ادي البادي بتاع الكوربس كالوزم عامل لي الروف بتاع الانتيرو هورن والبادي اوف ذا لاترال فنتريكل. واصله؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى انا دلوقتي لو بتكلم عن البادي اوف كوربس كالوزم هيدي اتاتشمنت لايه او مش هيدي اتاتشمنت تحت ايه هنا المفروض؟ سبتم بلوسيدم. سبتم بيلوسيدم. والمفروض لو انا عايزه اقفل هنا هقفل بايه؟ عايزه بقى أو اللي هو بقى اللي كنت لسه بتكلم معاه هنا هو شايل من الرسمه دي البادي اوف فورنكس صح؟ عشان يوريك اللاترال فنتريكل كامل. لو انا عايزه احط البادي اوف فورنكس هحطه هنا. هل ده ينفي وجود اللاترال فنتريكل بقيه اللاترال فنتريكل في الحته دي؟ لا. طيب يبقى احنا عندنا يا اولاد ادي احنا اتفقنا سبتم بيلوسيدم وتحتيه كمان البادي اوف وورك. انا عايزه اقول لك البادي ريلي الريليشن بتاع البادي لل لاترال فنتريكل عامل الروف بتاع ايه وايه؟ بادي. لحد كده في صعوبه في اللي انا بقوله؟ لا كله تمام الحمد لله. طيب عندي بعد كده بقى السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزوم وده طبعا it is the posterior end و it is the thickest part of corpus callosum. أدخن حتة في الكوربس كالوزوم هي السبلينيوم وهي طبعا the most posterior part. بصوا يا ولاد السبلينيوم ده اتفقنا ان هو بيكونكت الاوكسيبيتال لوبس من ورا صح كده؟ المفروض ان هو runs laterally
عشان يعمل لي حاجة شبه الكاربت كده، شبه السجادة. تمام؟ اسمها ايه شبه السجادة دي؟ اسمها ايه؟ تابيتم. بصوا يا جماعة، ادي السبلينيوم اوف كوربس كالوزم. اما يجي يران لاترالي كده، يران لاترالي كده، ها، يعمل لي حاجة اسمها تابيتم. طب ولو ران ميديالي كده الحتة، يعني هو فايبرز، هو بس انا عايز اسأل سؤال، انتوا عارفين انا في انه لوب؟ الاوكسيبيتال. الاوكسيبيتال، الاوكسيبيتال لوب في ان، في انه هورن من اللاترال فنتريكل؟ البوستيريور هورن. بالظبط. فتيجي الفايبرز بتاعت السبلينيا تتحرك في اتجاهين، حاجه موست لاترال كده، ويعتبر لاترال البوستيريور هورن اوف لاترال فنتريكل، علشان تعملي حاجه اسمها تابيتم. حاجه اسمها تعمل حاجه اسمها ايه؟ تابيتم. طب هما الفايبرز اللي تلاقي البوستيريور هورن وتروح ماشيه ميديالي كده، دي بقى اللي اسمها ايه؟ فورسبس. فورسبس ميجر. ميجر، برافو. يبقى احنا عندنا السبلينيا هيتحرك في اتجاهين، واللي هيجبره في التحرك في هذه الاتجاهين لاترالي وميديالي انه هيقابل في سكته البوستيريور هورن اوف لاترال فنتريكل. فالجزء اللي هيتحرك لاترال ده اسمه تابيتم. طب والجزء الميديال ده الفورسبس ميجر. امال مين اللي كان عامل الفورسبس ماينور؟ الجينو. شاطرين شاطرين. ما تيجي بقى نلم الكوربس كالوزم بسرعه كده. انا عندي حاجه اسمها كوربس كالوزم، لو جالك ديفينيشن كوربس كالوزم هتقول له ايه؟ هتقول له ان ده لارجست كوميشنال فايبر، والمفروض ان هو معمول علشان خاطر يكونكت. ها، يكونكت ايه؟ طيب اجزاء ايه؟ روسترم، جينو، بادي او ترانك، وسبلينيوم. تمام. خد بالك انا هقول تاني ودي اخر مره هقولها، انا عايزه اعرف الستراكشرز اللي جوه البرين ماشيه ازاي. اول ما ياخد سلايس من اول برين او اعمل هايدنج، اول حاجه هتقابلني ستراكشر اللينتي فورم مع جزء من الهيد اوف كوديت. يجي يبدا جزء تاني من الهيد اوف كوديت، يروح محوت شويه ميديال ولافف هذه اللفه ويحضن الثالاموس. طب ما بين اللانتي فورم والثالاموس عندي انترنال كبسول، عايزه اخش شويه هلاقي اللاترال فنتريكل، هخش شويه بعد البيزل نيوكليوي هلاقي اللاترال فنتريكل. طيب انا كده بصم الميديال سيرفيس، ادي كوربس كالوزم المفروض ان هو فوقيه، سوري، تحتيه الديفرنت هورنز اوف لاترال فنتريكل. طيب اجي اسال سؤال، لو اتحركت شويه لاترالي من عند اللاترال فنتريكل الاقي مين؟ هيد اوف كوديت. هيد اوف كوديت وكمان لا لا، انا لسه في نفس البلين، الهيد اوف كوديت وبقيه والبادي والتيل. حاضن مين هنا؟ الثالاموس. طب هتحرك جوه شويه لاترال شويه الاقي مين؟ الانترنال كبسول واللانتي فور. الانترنال كبسول هو كده اخر حاجه خالص، اللانتي فور. اتفقنا. طيب الروستروم، اتفقنا ان الروستروم ده اقرب حاجه للاوربيتال سيرفس، فالروستروم بيكونكت ايه with each other؟ اوربيتال سيرفس. اوربيتال سيرفس. طب علاقته ايه بالانتيرو هورن؟ فلور. فلور. دايلين هايلين. طيب بعد كده انا عندي اللور تيبرينج اند بتاعه بيعمل ايه؟ اللامينا ترمينال. وبعد كده الموست انتير اند او الجزء بتاع الركبه بتاع الكوربس كالوزم سميته جينو. طبعا ذا موست انتير بارت، والمفروض ان هو طبعا ايه اللي ماسك فيه هنا؟ سبتم بيلوسيدم. وهو عامل الانتيريور اند بتاع الانتيريور هورن بتاعت اللاترال فنتريكل. هايلين هايلين اهو، نفس الكلام. الجينو فايبرز معديه من اليمين للشمال، كونكتنج ذا تو فرونتال بولز. بولز، ويعملوا لي حاجه اسمها فورسبس ايه؟ ماينر. طيب نيجي نسال على الترانك، هو الترانك بيكونكت ايه؟ بقيه الفرونتال وايه كمان؟ البارايتال.
كلام زي الفل. الريليشنز بقى هو تحت البادي فيه ايه ده؟ السبتم بلوسيدم. بالظبط سبتم بلوسيدم وايه؟ وبادي اوف فورنكس. وبادي اوف فورنكس هو علاقته ايه باللاترال فنتريكل؟ الروف اوف انتيرير هورن والبادي. الروف اوف انتيرير هورن والبادي هايلين. السبلينيوم ده ذا بوستيرير اند ثيكست بارت. السبلينيوم مشكلته المفروض ان هو كونكت طبعا حتت في الاوكسيبيتال لوبس مع بعض، المفروض بيقابل بوستيرير هورن، فالجزء اللي بيمشي لاترالي قوي ده التابيتم، امال الجزء اللي بيمشي ميديالي ده بنسميه فورسيبس ايه؟ ميجر. هايلين هايلين هايلين. كده احنا خلصنا الكوربس كالوزم. تعالوا بقى ننتقل على النوع الثاني اللي هو برضو يعتبر سخيف من ال white matter، اللي هو مين بقى؟ البروجكشن فايبر. البروجكشن فايبر هو البروجكشن فايبرز دي المفروض ان هي بتكونكت يا حاجه نازله يا حاجه طالعه، لانها بتكونكت السيريبرال كورتكس بالاندرلاينج ستراكشر من اللي هي من تحت، صح؟ ان كان بقى برين ستان او ان كان سباينال كورد، صح كده ولا ايه؟ مش البروجكشن فايبرز دي اشارات بتيجي من البرين فوق يا اما للبرين ستام يا اما للسيريبيلم يا اما للسباين، يعني فايبرز من فوق لتحت يعني طالعه ونازله. من معلوماتك في الفيسيولوجي اللي انا مش عارفه لسه انتوا خدتوها ولا لا، هو الاسندنج تراكس، او مش معلوماتك في الفيسيولوجي، هو الاسندنج تراكس دي سنسوري ولا موتور؟ سنسوري. حلو قوي. ودي الاسندنج تراكس دي موتور ولا سنسوري؟ موتور. طيب حلو. في حاجه ثانيه عايزه اسالك عليها غير ان الاسندنج والديسندنج دول سنسوري ولا موتور؟ حاجه ثانيه اللي عايزه اسالها لك، انت عارف ان غالبا السنسوري راديشنز لازم يعدوا على الثالامس، صح؟ لازم السكرتير بتاع البرين اللي يستقبل الراديشنز، او لسه ما اعرفش بقى. هو انتم مش خدتوا سنسوري كلهم عدا الاولفاكتوري؟ ماشي حبيبي، يعني انا بتكلم عموما ان السكرتير بتاع البرين اللي بيسيف موست اوف ذا سنسيشنز هو الثلاميك، صح كده؟ فثلاميك راديشنز أيوة. تعتبر سنسوري ولا موتور؟ سنسوري. سنسوري، ما احنا اتفقنا ده السكرتير بتاع البرين اللي بيستقبل السنسوري راديشنز. الديسندنج بقى دي اوامر جايه من السيريبرال كورتكس ونازله تحت، نزلت على السيريبلم عايزه ايكوليبريم، نزلت اخذت من يعني ليها فانكشنز كتير، في حاجات هتاخدوها وفي حاجات بالنسبه لكم بتبقى ادفانسد. اتفقنا ان الاسندنج فايبرز دي ثلاميك راديشنز، بما اننا اتفقنا ان الثلاميك راديشنز هي سنسوري، اول واحده اللي هي جايه من فرونتال لوب دي انتيريور ثلاميك راديشن، اول نوع من الراديشنز ده اسمه انتيريور ثلاميك، وده بصراحه جزء من الليمبك سيستم وكومبليكيتد عليك وقوي، فانا مش عايزه منك حاجه تعرف ان ده غير الانتيريور ثلاميك راديشن. طيب اللي فوق ده superior radiation. superior radiation ده او superior thalamic ده كل الايه؟ ده معظم واحدة. ما فيش presentation. presentation مختلفة، يعني اخر حاجة واقفين عندها سؤال كده مش موجود الحديد بتشاوري عنه. بتاع commercial fibers. يعني انتوا لحد دلوقتي لسه ما ظهرش عندكم ال لا بتاع projection fibers. البروجكشن ما ظهرتش؟ لا. ثانية واحدة نعمل تاني. ثواني نعمل ايه؟ شيرين. ستوب شير. نعمل شيرين من جديد. مفيش مشكلة. كده. الانترنت كبسول. كده الانترنت كبسول ظهرت. كده تمام. طيب. اتفقنا ان احنا عندنا ascending و descending، ادي الانتير ثلاميك راديشن اهو كده باين الصوره اللي فيها البرين وال اللي هي الراديشن والسوبيريور والبوستير والانفيريور، وادي اتفقنا descending tracks اللي هي جايه من فوق لتحت او وات ايفر انا رايحه اعمل ايه. الاسندنج اتفقنا ان انا عندي ثلاميك راديشن، اول واحد اللي هو ده اسمه انتيريور ثلاميك راديشن، وانا مش طالبه منك الفانكشن بتاعته لانه ده جزء من الليمبك سيستم ودي ادفانسد عليك. السوبير راديشن ده اللي شايل كل السنسوري، على فكره ده كل السنسوري اللي كان ماشي، فاكرين لما كنت بتاخده سباينو ثلاميك ماشي في البوستيرور هاف اوف ذا بوستيرور ليمب اوف انترنال كاب، كل السنسوري راديشن ده السوبير.
طب البوستيريور ده بتاع الايه؟ ما هو كونكتد بايه؟ بتاع الاوبتيك. اوبتيك. واللي تحت اللي رايح للتمبورال لوب ده ايه؟ اوديتوري. اوديتوري. طيب ايه الديسندنج بقى اللي انا ممكن اقابله؟ البيراميدال اللي هو اكتر حاجه ديسندنج تراكت مهمه. طب احنا قلنا ان عندنا تو تراكتس في البيراميدال، كورتيكو سباينال وده اللي رايح للسباينال كورد، وكورتيكو نيوكليير او كورتيكو بالبر ده اللي رايح للكرينيال نيرفز. هل خدتوا الكلام ده في الهيستولوجي او الفسيولوجي؟ ايوه خدنا. طيب يبقى احنا عندنا اهم حاجه البيراميدال اللي هي الكورتيكو سباينال والكورتيكو بالبر او الكورتيكو نيوكليير. طب ايه تاني؟ عندي بقى طبعا كونكشنز مع السيريبيل. طيب المفروض ان انا عندي في البرين بيدي اوامر للبولس عن طريق ايه؟ عن طريق فرونتو فرونتاين او بارايتو فرونتاين او تمبرو فونتاين او اوكسيبيتو فونتاين. طيب ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله ليه فانكشنز، والفانكشنز فيري كومبليكيتد، بس انت لازم تعرف ان ديفرنت بارتس اوف ذا برين ان كان فوق او تحت هما كونكتد بفايبرز. فانا عندي الفور لوبس اللي هما الاساسيين، الفرونتال والبارايتال والتمبورال والاوكسيبيتال، بيبعتوا اشارات للبونس. دول صعبين على فكره. انا في الاخر هاخد من ده كله اسماء، بس انا بفهمك بدي لك زي انترودكشن. طيب هل السيريبرال كورتكس بيتصل بالبونس بس ولا لازم برضو يتصل بحاجات تانية مهمة برضو؟ لا ياريت تردوا، ياريت تردوا. أكيد لازم يتصل بحاجات تانية. بالظبط. من ضمن الحاجات المهمة قوي اتصال السيريبرال كورتكس بنيوكليس موجودة في الميد برين اسمها ريد نيوكليس. يبقى احنا اتفقنا ان الاربع حاجات التانيين كلهم كانت كونكشن ما بين السيريبرال كورتكس والبونس. دول صعبين اللي هما على حسب اللوب. طيب عندي السيريبرال كورتكس بيتصل برضو بنيوكليس في الميد برين هنا اسمها ريد نيوكليس، وده اسمه كورتيكو روبرال. طب تفتكر السيريبرال كورتكس محتاج يتصل بالبيزل نيوكلياي ولا لا؟ يبقى كورتيكو سترياتي. يبقى انا عندي اربع حاجات: كورتيكو بونتاين ده اتصاله بالبونس، كورتيكو روبرال وده اتصاله بالميد برين عن طريق الريد نيوكليوس، وكورتيكو سترايت ده اتصاله بال كوربس سترياتم او بالبيزل نيوكليار. ماشي. انا كده ما بداتش انترنال كبسول، انا دلوقتي هبدا انترنال كبسول اللي مطلوب مني انا في ماده الاناتومي. الانترنال كبسول ده برود لامينا اوف، هنا هو عباره عن وايت ماتر ولا جراي ماتر؟ وايت ماتر. برود لامينا اوف وايت ماتر، عباره عن بروجكشن فايبرز. طيب بص هو محوط اللينتي فورم ازاي؟ شايفين الانترنال كبسول محوط للانتيفورم ازاي؟ فهم سموه انترنال كبسول. انت كانه انترنال كبسول كانه عامل كبسول حوالين الانتيفورم نيوكليس. طب اقول لك على حاجه، ما تيجي ناخد سكشن كده. انا عايزه اترجم السكشن ده بدل ما حضرتك بتحفظه. انا عايزه اترجمه ازاي؟ انا عايزه اخد هوريزونتال سكشن بهذا الشكل، اعدي على كل الستركتشرز دي في سكتي. طيب كده لو انا عايزه اقول لك اكتر حاجه ميديالي انا شايفاها في الصوره دي مين؟ الثالامس. انا شايفه هنا سبتم بيريو. يا جماعه ثواني، هو دي الصوره دي لاترال سيرفيس ولا ميديال سيرفيس؟ لاترال سيرفيس. بالظبط كده. طيب يبقى اول حاجه هتقابلني ميديالي، احنا انا قلت لاترال ولا ميديالي؟ ميديالي. مين؟ حته من الهيد اوف كوديت وحته من الثالامس. حلو.
ولا مش فاهمين؟ تمام. في الهيد اوف كوديت كانت اون ذا سيم. احنا اتفقنا ان في جزء منها اهو، حتى انا اسمها لك، شايفه الاسماء اللي انا اسمها دي، ده عند البلين في جزء منها صغير مع الليتي فور، وفي جزء منها هناك مع البادي. حلو. تمام. اوكي تمام. طيب يبقى انا دلوقتي الموست ميديا اللي هشوفه الهيد اوف كوديت والثالامس، والجزء اللاترال اللي هشوفه مين؟ الانتي فور. ما بينهم مين؟ انترنال كبسول. بالظبط. اللي مش فاهم يقول لي عيد تاني. انا عندي هاخد سكشن بهذا المنظر، عديت الموست ميديال الهيد اوف كوديت والثالامس، والموست لاترال الانتي فور اللي بيحول ما بينهم الانترنال كبسول. طب ما تيجوا نشوف الرسمه دي اهي. بص كده، هو المفروض لو انا سالتك ايه الفايبرز اللي انا عايزه اشوفها هنا كونكتنج ذا تو فرونتال بولز توجذر، تقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ فورسبس ماينر. فورسبس ماينر، ايوه، اللي هو معمول بالايه؟ بالجينو بتاع الكوبس. حلو قوي. اتفقت ان انا هشوف الموست ميديال ستراكشرز اللي انا شايفاها في الرسمه دي، اللي هم مين؟ الثالاموس وبارت اوف الهيد اوف كوديت. طب مين اللي هشوفه قدام، الهيد اوف كوديت ولا الثالاموس؟ لا، الهيد اوف كوديت. بالظبط، والثالاموس ورا. طب مين الموست لاترال اللي انا شايفاه هنا؟ الانتي فور. طب هو مين الستراكشر اللي فاصل لي الهيد اوف كوديت والثالاموس عن الانتي فور؟ الانترنال كبسول. طب لو سألتك ودخلت ميديا لي شوية، ده ايه؟ لاترال فنتركل. لاترال فنتركل، بروف. اللي قدام هيبقى انه هور. الانتير هور. الانتير هور. واللي ورا هيبقى انه هور. بوستيرير. جيت بقى سألت ورا، دي حتة الاسبلينيوم اللي عاملة لي فورسبس ايه؟ ميجر. طب لو رجيت هنا كده هيبقى حتة اللي عاملة لي الايه؟ التبتم. شاطرين. هايلين. تخيلتوا الصورة تاني؟ عشان اللي ما تخيل تشاوري تاني على الحته اللي بتعمل التبتم. بصي ليه اشاور، هعمل لك حاجه حلوه. هنيجي نعمل هنا المفروض ان انا عندي حصل. بصي يا مريم، شفتي يا مريم اللي بيحصل بسبب، المفروض ان التبتم ده هنا مكانه هنا لاترال، هنا ده كده التبتم، والميديال هنا ده الفورسبس ماينر، واللي فاصلهم عند بعض البوستير هورن اوف لاترال فنتر. معلش تاني علشان اللي ما لا مريم استني، عشان الحته دي واضحه والنبي عشان خاطري، وما تهمنيش اصلا هنا، انا بس باخد بالي ان انتوا فهمتوا اللي فات ولا لا. ركزوا معايا تاني، انا عندي تاني، انا عندي صوره، انا كده بصه لاترال ولا ميديال؟ لاترال. لاترال. خلاص شلت حته من السيريبرال هيمسفير، قدرت اشوف ده موست لاترال ستراكشر اللي هو اللانتي فورم، وحته صغيره من الايه؟ هيد اوف كوديت. هيد اوف كوديت. ورا مين؟ الانترنال كبسول. انترنال كبسول. وبعد كده بقيت الهيد اوف كوديت ومين؟ والثالاموس. عايزه اتزحزح كمان ميديا لي، هلاقي مين؟ هو فاضل اللاترال فنتريكل. اللاترال فنتريكل زي الفل. يبقى انا عايزه اترجم هذه الصوره، انا عندي من قدام ده الهيد اوف كوديت، وده الثالاموس، وده اللينتي فورم اللي انا قلت ده موست لاترال. طبيعي ان اللي فاضل ده مين؟ اللاترال ده مين؟ هيبقى حته من الايه؟ السيريبرال كورتكس. ما هو انا عشان اشوف الحاجات دي شلت السيريبرال كورتكس. طب ده موست لاترال، ده السيريبرال كورتكس. طب في حته انا عايزاك تعرف ان ده انترنال كبسول. طب اللي فاصل بقى اللانتي فورم عن بقيه السيريبرال كورتكس دي حاجه اسمها اكسترنال ايه؟ كبسول. يبقى احنا عندنا يا جماعه، معلش انا عايزه بقى كله يقول معايا، مين ده؟ الهدف كوديت. وده الثالاموس.
وده اللي انت فوق. ده الانترنال كبسول. الانترنال كبسول وده ده الانتي فور وده external capsule. دي انو هورن. الانتيير هورن. دي انو هورن. posterior هورن. هايلي. تعالوا بقى نتكلم على الريليشنز بتاعت الانترنال كابسول. احنا اتفقنا ان انا عندي ان هي ما برود لامينا اوف وايت ماتر. برود لامينا اوف وايت ماتر. عاملة بصوا شايفين محوطة الانتي فورم ازاي؟ فعاملة عشان كده سموها انترنال كبسول. طيب اجزاءها انتيريور ليم وجينو وبوستيريور ليم، وكان عندي اتنين كمان ريترو لينتي فورم وسط لينتي فورم، يبقى اجزاءها انتيريور ليم وجينو وبوستيريور ليم، وعندي بعد كده ريترو ريترو لينتي فورم. هو انا هنا شايفة اقدر اشوف هنا السب لينتي فورم؟ لا. ليه؟ عشان هي تحت اللينتي فورم. عشان هي تحت اللينتي فورم. هي تعتبر اقرب للتمبورال لوب. فانا هو انا شايفه التمبورال لوب من هنا؟ لا. شاطرين برافو عليكم. طيب تعالى بقى انت، انا مش هقول حاجه والنبي وما بتبصوش في الكلام ده. الانترنال كبسول صح؟ ريت الميديا ليه قدام؟ هدف كوديت. وايه؟ الثالامس. الانتيريور هون والتاترال فنتركل. ماشي. لا ماشي، هو الانتيريور هون. طيب وايه كمان؟ والثالامس صح؟ ريليتد لاترالي لمين؟ اللينتي فور. طيب كلام زي الفل. تعالوا بقى نشوف البارتس بتاعت الانترنال كبسول. البارتس بتاعت الانترنال كبسول انتيرو ليم وجينو وبوستيريور ليم، واتفقنا ان انا عندي الساب لينتي فورم والريترو. اتفقنا الريترو ده رايح للاوكسيبيتال، والساب اللي هو تحته اللي هو رايح للتمبورال، عشان ما تلخبطش نفسك بعد كده انه ويتش اوف ويتش بالنسبه للراديشن. طيب يا دي ليه بتطلع ضايقاني جدا. بصوا بقى، تعالوا بقى عيب بقى. سؤال الانترنال كبسول ده بيجي في الامتحان؟ للاسف بيجي في الامتحان. على فكره سؤال سهل باي ذا واي. ده هو انا 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 بس اللي مصعبه الدنيا، علشان انا عايزاك تبقى متخيل انت بتذاكر ايه. انا مش عايزاك تبقى حافظ وخلاص. طيب هو انا دلوقتي لو قلت لك ان احنا كده هنا ميديال وانا كده لاترال، يبقى ده ايه؟ الهيد اوف كوديت. الهيد اوف كوديت صح. وده ايه؟ الثالامس. وده مين؟ اللينتي فور. يبقى ده انهو ليم؟ انتيريور. الانتيريور ليم. يبقى انا محتاجه اعرف في كل ليم من الليمس دي ايه اللي هيمشي فيها. طيب الانتيريور ليم هيمشي فيها اسندنج تراكس وديسندنج تراكس. هيمشي فيها ال احنا اتفقنا ان اول راديشن رايح للفرونتال لوب سميته ايه؟ مش احنا كان عندنا اربعه؟ لا بالظبط. يبقى اللي ماشي في الانتيرو ليب الانتيرو ثلاميك راديشن، ده راديشن رايح ناحيه الفرونتال لوب، فهو طبيعي انه يبقى ماشي في الانتيرو ليب. يبقى اول حاجه الانتيرو ثلاميك راديشن. الانتيرو ثلاميك راديشن دي سنسوري ولا موتور؟ سنسوري. يبقى اسندنج ولا ديسندنج؟ اسندنج. الديسندنج بقى هنا فرونتو بونتاين فايبرز. فاكرين اما احنا كان عندنا صوره احنا اتفقنا ان السريبرال كورتكس لازم يبقى في كونكشن ما بينه وما بين البونس، وجزء الريد نيوكليوس وجزء الكوربس استرياتوم. فاكرين؟ اهي نرجع لها تاني. وماله؟ على تاني اهو، لما قلنا في الانترودكشن بتاعتنا ان في جزء اهو فرونتو بونتاين وفرايتو بونتاين وتمبرو بونتاين واوكسيبيتو بونتاين.
تفتكر في الانتير ليمب انه واحده فيهم اللي هتمشي؟ فرونت بونتاين. طيب انا قدام لسه، يبقى انا الحاجتين اللي ماشيين في الانتير ليمب حاجتين قدام، الانتيريور ثلاميك راديشن والفرونتو بونتاين فايبرز. تاني الحاجتين اللي ماشيين في الانتيريور ليب هم حاجتين قدام، الانتيريور ثلاميك راديشن اند ذا فرونتو بونتاين فايبرز. طيب تاني اهو، المفروض ان انا عندي انا قدام اهو ده الانتيريور ليب، فاللي هيمشي الانتيريور ثلاميك راديشن والفرونتو بونتاين. طيب الديسندنج تريكس الجينوم المفروض ان انا ما اقولكش انت خدت كورتيكو نيوكلير ولا لا، خدت كورتيكو بالبر ولا لا، خدناها في الليست. طب الحاجه الوحيده اللي ماشيه في الجينوم ايه؟ الكورتيكو نيوكلير الوحيده، الحاجه الوحيده اللي ماشيه في الجينوم ده الانترنال كبسول ده كورتيكو نيوكلير فايبرز. تاني الحاجة الوحيدة اللي ماشية في الجينوم بتاع الانترنال كابسول ده كورتيكو نيوكليار فايبرز. انتوا معايا؟ انتوا معايا ولا وقعتوا مني؟ طيب فكرني كده، اللي بيمشي في الانتير ليم ايه وايه؟ حلو، والحاجة الوحيدة اللي بتمشي في الجينوم كورتيكو نيوكلير. شاطرين. البوستير ليم عشان نخلص منه اللي بيمشي فيه يا جماعة كل السنسوري سنسيشنز من الجسم بتاعت المين سنسوري اريا بتطلع في السوبير سيراميك راديشن. بوستير ليم ها بالنسبة للسنسوري انت ده موضوع فيهوش كلام، كل السنسوري راديشنز بتطلع في شكل سوبير سيراميك راديشنز وبيمشوا في البوستير ليم. دي صعبة؟ دكتور معلش تاني يا دكتور معلش. جماعة على فكرة أنا عندي أنا دكتور ممكن أسأل سؤال هو الحتة، أنا عايزة بس أسأل سؤال، أنا لأ أنا اللي عايزة أسأل سؤال هنا. أنت خلصت سنسوري فيسيولوجي، أنا عايزة أسأل سؤال السنسيشن اللي بتطلع من الجسم بتمشي في أنهي ليمب من الانترنال كبسول؟ بوستيريور ليمب. طب في ايه؟ انا كل اللي قلته بكل السنسيشن ما يستوفير ثلاميك دي السنسيشنز اللي طالعه من الجسم بتطلع في بتمشي في البوستير في البوستير في البوستير ليم. ايه الصعب في كده؟ لو حد معترض يقول لي ما يتخضش، قول قول يا جماعه. طيب قلنا ان السيريبرال كورتكس لازم اول حاجه طبعا ماشيه في البوستير ليمب، اهم ديسندنج تراكت ماشي في البوستير ليمب مين؟ كورتيكو سباينال. طب انا عايزه بس اقول لكم على حاجه، وي هاف تو ستادي اهم انت عندك البيراميدال تراكت عباره عن حاجتين فيري امبورتنت في حياتك. بص انت او اكشوالي في وجهه نظري انت عندك ثلاث حاجات مهمين قوي في حياتك، ما ينفعش حضرتك ان انت تعدي موديول النيورو وما تبقاش عارفه، اللي هم ايه؟ عندك اتنين بيراميدال، واحد اسمه كورتيكو سباينال واحد اسمه كورتيكو بالبر او نيوكليير على حسب كل واحد بيحب يسميه ايه. الكورتيكو سباينال بيمشي في البوستير ليمب، ده كلام ما فيهوش جدال، والكورتيكو نيوكليير بيمشي في الجنوب ودي حاجه ما فيهاش جدال. اما السنسوري راديشن او سوبير سنسوري راديشن او سوماتو سنسوري راديشن اللي في الجسم كله بيطلع في البوستيريور ليم. هل الكلام بتاعي ده صعب؟ لا يا دكتور. طيب محتاجه اقول لك على حاجتين كمان، زي ما السيريبرال كورتكس محتاج يتصل بالسباينال كورد، انا قلت لك ان هو محتاج يتصل بحاجتين كمان. بايه في الميد برين؟ ها؟ ريد نيوكليس. فيعمل لي حاجه اسمها كورتيكو روبرال تراكت. اسمه ايه؟ كورتيكو روبرال تراكت. واتفق تاني ان هو لازم يتصل بايه؟ بالبيزل نيوكلياي، فيعمل لي كورتيكو سترايت.
انتوا معايا لحد دلوقتي؟ دكتور، هو دكتور فرانتو بونتاين اللي احنا قلنا عليه في الاول في الانتير، هو ده، هو موجود برضو في البوستيريور لمب وهو ديسندنج صح؟ لا لا لا، بصي عشان الحته بتاعه البوستيريور لمب دي، هو لو انا عايزه اقولها صح، علشان بس انا معلش ما حدش بقى يعني النيورو ده مفيهوش جدال، لو انا ما فيش مشكله انها اقول لها كورتيكو بونتاين في البوستيريور لمب او كورتيكو بونتاين في اي حته تانية، بس احدد كورتيكو ايه، كورتيكو منين. يعني انا ما عنديش مشكله ان انت توحدي كل الكورتيكو بونتاين، لان الكورتيكو بونتاين ان كان جاي من فرونتال او تمبورال او بارايتال او اوكسيبيتال ما بيمشوش في نفس الليمز. فلو انت عايزه توحدي قلت فرونتو بونتاين اللي هي لا لا الاول فرونتو بونتاين ما بيمشيش غير في الانتيرير ليمب، لكن هيمشي ازاي ده فرونتو، اصل هي مكتوبه عندنا في البوستيريور ليمب عشان كده سالت حضرتك. لا 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 لا، فرونتو بونتاين معلش عديها، الفرونتو بونتاين ده قدام مش هيقدر يمشي غير في الانتيرير ليمب. ماشي يا ملك؟ ملك صح؟ ماشي. طيب اتفقنا ان احنا في عندنا في الدس، هو انتوا ممكن تذاكروا الانترنال كابسول من هنا او ذاكروه من الكتاب زي ما انتوا بتذاكروا، بس اكتبوا المعلومات فين. ماشي. طيب نرجع لموضوع يا دكتور، لو حضرتك تبعتي بس الباوربوينت بعد المحاضره هبعتها. حاضر، ممكن بس نركب على فكره بعت لكم بقى الحاجات بتاعت امبارح. نركز بس شويه عشان عايزه اقول حاجه، احنا اتفقنا البوستير ليم هو معناه كده ان او مش اهم ليم، اكتر ليم بيمشي فيه ستراكشرز مهمه اللي هو مين؟ بوستير ليم. فكرني بقى البوستير ليم بيمشي ديسندنج فيه مين؟ الكورتيكو سباينال والكورتيكو روبيك والسترايد. الكورتيكو سترايد. طب والديسندنج والاسندنج بتاعه؟ سوبيريور ثانوي خديش. برافو، ايه الشطاره دي سليم، الشطاره دي ده سليم صح؟ يا دكتور ايه، ما دكتور يا لهوي. مين تعالى؟ كريم اللي كان قاعد قدام. انا بقعد في الصف الثالث على طول يعني. اكيد مش كريم اللي قاعد قدام، كريم اللي قاعد قدام اصلا ما بيتكلمش خالص. طيب ماشي، برافو يا كريم. خلينا بقى نتكلم على الريترو لينتي فور. افكرك ان الريترو لينتي فور ده ورا اللينتي فور صح؟ طيب ده بقى يا ملك بقى عايزه تقوليه كورتيكو بونتاين، قوليه، لانه كورتيكو بونتاين ماشي، لان الكورتيكو بونتاين ده المفروض بيتقسم على حسب معلوماتي لفرونتو وبارايتو واوكسيبيتو وتمبرو. لو انا سالتك يا ملك صح اللي كان بيكلمني، لو انا سالتك يا ملك بالعقل كده ان الريترو لينتيكولر، تفتكري ايه من الكورتيكو بونتاين فايبرز اللي يمشوا فيه؟ البارايتو والاوسيبيتال. بالظبط، برافو عليك. يبقى هنا اهو، ادي هنا هنا ريترو لينتيكولر اهي، سوري ريترو لينتيكولر اهي، يبقى الاوقع اللي هيمشي فيه بارايتو بونتاين واوكسيبيتو بونتاين. طب انا اتزنقت في الامتحان، اكتب كورتيكو بونتاين. اتزنقت في الامتحان مش فاكر، اكتب كورتيكو بونتاين. طيب اكيد البوستير تلاميك راديشن ده مثلا اللي هو انهو راديشن اللي رايح للاوكسيبيتال لوب ده انهو راديشن؟ لا عير اوبتيك. طب لو انا سالتكم بقى من غير ما اوصل للسبلينتي فور، وسالتك تفتكر ايه الديسندنج اللي هيبقى هنا؟ اكوستيك اوديتري. لا يعني ما هو ده اللي اسمه ايه، تمبرو بونتاين. ايوه التمبرو بونتاين اهو. ما هو انا عندي بتجي الحته اللي هي ريترو لينتيكولر اللي هي جايه من التمبرال لوب، من ناحيه التمبرال لوب، يبقى التمبرو بونتاين ماشي هنا. وانو راديشن الاوديتوري راديشن. هايلين. يلا بينا، يعني ايه انترنال كبسول؟ وايت ماتر، اتس ا برود لامينا اوف وايت ماتر، هي تعتبر جزء من الايه يا جماعه، الفايبرز اللي احنا بنتكلم عليها اسمها ايه، بروجكشن فايبرز. بروجكشن فايبرز عامله كبسول حوالين اللينتي فور، سو فورمد انترنال سو او سو كولد انترنال كبسول. طيب لو سالتك الريليشنز ميديالي قدام ميديالي قدام
الهيد اوف كوديت. هيد اوف كوديت ورا الثالامس لاترالي مين؟ 24. طب لو اتحركت شوية الكبسول ده اسمه ايه؟ external. انت عارف الاكسترنال كبسول مفروض انه هو بيفصل الانتيفور مع السيريبرال تيشو. واخر حاجة برا دي مين؟ الانسولا. براب. طيب تعالوا بقى على فكرة الكلام ده ملوش دعوة بالانترنال كبسول. انا بتست انت اورينتد تو وات اكستنت. ماشي؟ طبعا انا كنتش متوقعة ابدا ان الوايت ماتر هياخد مننا الوقت الكتير ده. يعني صراحة يعني. طيب. اتفقنا ان احنا قسمنا الانترنال كبسولة انتير بارت جينو بوستير لم و سب لينتي فور و ريترو لينتي فور. يلا معايا بقى. انا عايزك اسأل بقى. الانتير لم افتكر معايا. مين الديسندنج اللي جاي من هنا؟ Frontopontine. طب ومين الاسندنج اللي هنا؟ Anterior thalamic radiation. الجينو الحاجة الوحيدة. برافو. الجينو الحاجة الوحيدة اللي بتمشي فيها مين؟ كورتيكونيوكليير. Posterior limb ده مهم جدا. limb علشان كل السنسيشنز كل السنسيشنز فيه. وبعندي ثلاثة كورتيكو اللي هم ايه بقى؟ كورتيكوسباينال كورتيكوسترايت. ايه الشطارة دي؟ تعالى بقى ريترو لينتي فور. افتكر ريترو لينتي فور ده يعني ورا شوية. يبقى هياخد كورتيكو بونتاين منين ومنين؟ اوكسيبيتال وبرايت. بالظبط. والريترو لينتي فور ده اوكسيبيتال which is the radiation اوبتيك. طب السب لينتي فور ده هياخد ايه؟ ديك راديشن. طب والديسندنج descending with your radiation temporal شاطرين شاطرين. طيب احنا حاليا خلصنا كده الايه البروجكشن فايبرز والانترنال كبسول الايه كمان والكوربس كالوز. انا بس عايز اسال سؤال. هو انا طبعا انا اصلا كنت عيانه النهارده فانا غالبا مش هقدر اكمل اكتر من كده. الله يسلمك. انا بقى قلت اذاكر ارجع لكم النهارده جزء انا ما كنتش شرحاه. يعني انا ولقيت اصلا اوريدي الوايت ماتر هو اكتر حاجه انتم محتاجينها فعلا على جروب. السؤال بقى هل انتم حابين نخلص يعني بقيه الريفيجنز بتاعت النيورو تبقى كده؟ بس يعني تبقى فرصه نعملها حضراتي يبقى حلو. عايز ايه؟ انا بس عشان انا ايه لازم معلش انا محتاجه استوب ريكوردنج عشان لو غلط ماشي نعمل استوب ريكوردنج. عايزين يعني ستوب. يلا ستوب مش عايزين فضايح. ايوه ستوب يلا.